كتاب كهر يقرحوها عبادة الرحمن في طاعة السلطان إله إلا عابده لقوا عابده بقر كين لا ضعب كتبت الشيخة موافقين تيسي مخالفين تيسي منكم الضريب ولقى يدتنا وكلمات قلني كان نيو قليها في المضى جلاهو يرتان روادوين كبينتا بسمية قناية وحتى الشيخ البان أطغالمي وكل والدولة سعودين وتكفيرية أمو عدية بلو تكفيرية نمان سعودوا الدياريين موالي قتاري خطوط وحاب الله بشيخ محمد أمان جامي وبين بل سلفيين تشيخ مقبلي يوكم ديها الشيخ آسي أساق خلاف باك الحييب إنه أساسا نسكداي الشيخ الباني أغواشي سوا سلف إنت سلفيين تو يقبان عر هل مسألو سلفيين تو كقدو وجه الشيخ الشيخ الباني حزب النبدا إن لرديو تكفيرك إن لرديو وحان أجادك كشيغيان كاه لفت الكيس تحادك أي وذين واقاس بأن تلوغا يولا ودي الشيخ الباني وقامي ياشو دي ننكم دو أنا درها بإننا أن مقعيس الشيخ وأن مناسبة دي الشيخ دونا عد كيسان سويدون دونا اللي ينكا سانو لي ياي وحان أين وضان مركز يو وخوارج وخارج بي الشيخ الباني بسجل هي مركز غير كيبوة وحكا لي لهدو إن شمحاد أمان جامي با أساسي وابي. وهي سلفيون تمشي للشلم بي سقاشن يكودي وحكوري حرب الخليج وحكوري وها أساسي بي الشيخ لي محمد أمان ابن علي الجامي إنك الشيخ أساسي بي تواتي الصومالي ذا أنا هذا كان كده تواتي الصومالي ذا تعرب تواكوتي جديد مجري إن سقاشن وحكوري دل ما إيش إن سقاشن وحكوري ده قال كن خليج كأدعي مريكو وسوق هذا العراق وآدنا واغي وداديه عربيت بدن كود اي كسور جيسن مرينك عالم كيماني وحتى شغل بان او دغالمي او كو دوال دوله سعوديه وتكفيري امو عديه بلو تكفيري نيمان سعوديه الدياريه مي والله تاريخ خود وحاب الله بشا محمد امان جامي وبين وبين بل سلفيين تشغ مقبلي وكم دي الشيخ اسي اسي خلاف باك دحييب انه اساسا نسكداي شغل باني اغواشي سوا سلفي انت سلفيين تو يقبان ار هل مسالو سلفيين تو كغدو وجه الشيخ شيخ البان حزب النبدا ان لرديو تكفيرك ان لرديو وحان اجادك كشيغيان كا لفت الكيس تحادك اي وذين واقاس بان تلوغا يولا وديا شيخ الباني وقامي ياشو دي ننكم دو انا درها بننا ان مقعيس الشيخ وان مناسبة دي الشيخ دونا عد كيسان سويدون دونا اللي ينكا سانو ليه ياي وحان اينا وضان مركز يو وخوارج وخارج بي شيخ الباني بسجل هي مركا رير كيبو يعني ما هو مركا وحا كان لي يلاهدو ان شمحاد امان جامي با اساسي وابين وعيري وعيري نلا يلاهدو بي سعيد بن جهيمان سعيد بن جمهان جهمان اي حرم كقبصدي بي سعيد بن جمهان ayaa wuxuu qabsaday bi xaramka 80kii ama 81kii 1980kii waxaa bilaabay sheekh maxamed amaan jami ninka saciid ibn juhayman loo oran jiray xaram al-makki dagaal ka sameen jiray 80kii 1980kii ama 80kii taqriban ayuu ka xitiisa taageersana waa la qabtay taariikhdaasna waa been oo xaramka lama qabsan nin saciid ibn jumhaan la yiraahdo xaramka xilliga qabsadana been weeye keena kee weeye saciid ibn jumhaan ka qabsaday xaram جليلة. هاي كان مركا الله هو قبص الحرم اوكي سعيد بن جمهام كا الله حرم كو قبصدي يا تاريخ لان الله تاريخ لا سو قبصدي بين وي كدب وي بين وي جهيمان بن سيف العتيبي 100 وجيده جهيمان بن سيف 100 وجيده العتيبي يا وهو ورا انتلم وي تاريخ ذا نكب حرم كقبس جهيمان ابن صيف العتيبي بالأورنجل سعيد ابن جمهان من لما أورنجل بين هالشيء يا مع بينه قصة بينه سمي وعمره سمي قصة بينه وبطل كي هي بطل بطل وعلى اللي هذا أطور وأطور كي هي نم بينه واللي هذا سعيد ابن 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 جهيمان أما ابن جمهان تاريخ عن شلنا واشيء تاريخ ما كان دعدي بي وخي با شيخ وحا الحريبي شيخ محمد امان ابن علي الجامي با الحريبي شيخ ابن باز با صودا بين طيبي نينك سعيد بن جهيمان لو رن جري حرم المكي دغال كسمين جري 80 كي 1980 كي اما 80 كي تقريبا ايو كت حتيسه تاغير سنه وا لا قبتي وا سعودي غا خري مركو مدخينا شيخ ابن باز با واسدي سوداي بين وي ك
كذب شيخ مع شيخ شيخ محمد بن علي بن كان إذن أذيع يأرد هذا يعد كذا عركينا ليش اللي هو حري يعني شيخ محمد بن علي محمد أمان بن علي الجامي أعداء بذنبولي الجزيرة حتى دوكمنتية كذي يا رصي يقول أي كل هذا الرئيس هل قفوا شيء إنك بين تعسق من نفسي سنة وقصة من أول يشكب بهنا وعريني الحربي شيخ بن باس بس ودي يبي كذب من الدولة السعودية أغواي نقضي بي أنك مطار بأخلا بأعلى ساري بي بكاسوح وقربي كتاب اللي يلا هذا شيخ معاذ بقربي لي عبادة الرحمن في طاعة السلطان عبادة الرحمن الله عبادة دي سوحي كتلتا في طاعة السلطان ما لحظة إلا أضيعه ما لحظة إلا الدبس وعضوي كتلتا عبادة دي سوحي مركي للسعودة يوال لقبتي مع ورشد بالله يوال لقص الشقي كتاب كوهري يؤلف حقها طاعة الرحمن عبادة الرحمن في طاعة السلطان كتاب كهري وقروحها عبادة الرحمن في طاعة السلطان إله إلا عابده لقوا عابده بقر كين لا ضيع بقر كي وبقر شوي لها لقوا بحر بينوي كتاب كاسين يشلون كتب الشيخة موافقين تسي مخالفين تسي منكم أدري ولقي يد تناو كلام أرجوني كان ليه وقول يا في المدى تلاهو يرتان خلوا يوم كبين طاب سمية قناعي أبين ولاد بين لو ولاد بين لو قف كي وقف صدوا يلا هذا ولاد كعائن بين مش شيء جيه واحد كلام أنت عنه حقائق ذي ذكينه شو معايا ما جاب مش الله حري بالله قرها كتاب كان بالله قرها طاعة عبادة الرحمن في طاعة السلطان بالله قد دون إياه كتاب كان بالله قرها إنه كينه نكي ما كقف صدي سعيد من جمهان بالله قرها أنت هدي وحكي لي يلا ذو أي رن غطه وعدين تظل كينه من ولادك أكو أبيودي أكو قردره هذي وعائي وبنغني هذا بين نقطنا ذكر إلهي بتقان تقانا يا سكونه بين لو هذا بين نقطنا وحلا ربع دين بين لو نقطة الله ربع قف كي عقل الآن لالي أما نكى سكوا دحر الله جو أعطي وحريسان ود دعي بشنتور لا يسكوا دراي دعي لجسوا كذي بشنتور لا الوحري سوى حكم لي هذا واحد لا تايوا سانتا وببسيني نيش لوك عيا سانتا وببسيني لكن واحد كان الله يوقف كعقل لوي عقلا حسانيين تانو دريا انت عقل قاله عقلا الحسانيين واحد كره بقى واحد وابين سلفيين تانو نك أساسي وابين نيش كوا أساسي مكينين ورلس كير لا مرة بقى واحد لا يه نك واحد انت صبينات بشري نك اسمه مشرو سعيد من الجمهان وحرام كقبسي مشرو وحن لي شمح الأمل جميل لما حرم وابين وحن لي كتاب كامي وابين هل بين باكو فلان إنه شيخ أنت صبي نضب نشيخ أنت صبي نضب نشيخ هل مد باكو فلان مرأدي سي عدالة دي سي إن الدين لقى قاضا بين لو ودين لقى ماي سكت دم خاطيك ما قاله لو بين لو دين لقى قاضا أنا فرح كقاض أي بركة وام حي أرن كاي سجى عشلا داسي وذات كاسي وحكو دبي يا هذا الكاسي وحين هذا السجى وشرفتي سنة وحول انتي كذب يبينا كذب يبينا أنت مركان كجدبه شو هذا ما جامع عند أهل العلم حكاها العلم جاك تضم حكاها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وحلي وإخواننا المشايخ المعروفون ولا عليه أن مشايخ ذا اللي يقان في المدينة ليس عندنا فيهم شك وحشكيكم اجروا هم من أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد أمان بن علي ومثل الشيخ ربيع بن الهادي ومشايخ ضيدي عقيدة طيب قالها يدو ويجب لي أذونا وحال لها تعصوص بها يا لكي واحد قال لي كلية عقيدة كدقي حرم كإلهي كدقي وشيخ محمد أمان جامي ومن أعلم الناس بالعقيدة كتبتي سوك قرية عقيدة هذا أوران يشروحات كوكلة يبل دقيس رسالة شرع سورة الثلاث كدقيس يعني إن لجوع عايو ولجوع بهال الجليه وهذا نادوكن أول جارك صافير صافير سو حشر راح يصافير واسنتي شرح سو واسنتي هذا دقيسو شرح سو حكنا لي هذا وكقرأ سورة الثلاث كدقيسو يعني نكاسي فهم كإلهي أسيء عقيدة يتدريس كذا والله يابس مركل وحلي هاي مركل ويدي يا شيخ محمد أمان الجامي يا شيخ ربيع بن هادي المدخلي وحيه بخصوص صاحبي الفضيلة لبذا
نين صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ لبيع بن هادي كلاهما من أهل السنة لبضوا لبننا أهل السنة بي معروفان لدي بالعلم والفضل وحنكو أغانا علمي يا فضلي والعقيدة الصحيحة عقيدة الصحة وقد توفي الدكتور محمد أمان رحمه الله شيخ سواد يعني شيخ ابن باز وكوري جريده وكوري في ليلة الخميس الموافقة 27 شعبان من هذا العام رحمه الله فوصي وحن كتر دار ما يابي بالاستفادة من كتبه ما كتبته ضين لقفة يديسته نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يغفر للفقيد كان أمد أي ويدي الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده إنه سميع قريب شمع هذا من مركا حيقان أهل الفضل قايقان ابن باز بايقان وحقاد التسكية وحكا اللي يلاه ذو سفي عنه الدفاع أرديسي الشيخ صالح الفوزان علماء مسلمين تووين هذا النول متكمدة أي سفي عنه الدفاع انت مركا بينتا يبين أبوركا قصدان سمعيه يبينتا هكوكا تسومين باكوليه بيتكلو بين لو ولا يلا هذا مصطفى عن ربنا تكوك تسمي قصلا ساو صور هري طب طاي هو بين أو شيء وأودري وعن كروريا بين ويجي كين ماشى كوت على كين بين ويجي نكا كسر قاتنا وقرانا يا وعن كور نكا أنا هالمكت هو دعتلة قديمة ويجي يان هرب بين تانو شيء وعشي بس ما هذا من جامعة أولي هي وتشاسوس ووووو اللي سوي بدل إنه أمانة يهدنا لي وشق عالم ودين تين لقى قاتو حسن ميل الله عمله